إذن كما يظهر مشاهدينا الكرام على الشاشة، هذا بيان الرئاسة الجزائرية الذي تحدث عن عملية اغتيال 3 جزائريين بشكل جبان في قصف همجي لشاحنتهم كما يقول البيان الجزائري. وهكذا إذن الجزائر تحمل المغرب المسؤولية. إذن لم يصدر أي تعليق رسمي مغربي على هذه الحادثة، بينما أكد مصدر مغربي لوكالة فرانس بريس أن المملكة لن تنجر إلى حرب مع جارتها الجزائر، تعليقا على ما وصفه بأنها اتهامات مجانية بعد إعلان الرئاسة الجزائرية مقتل 3 مواطنين في قصف نصب إلى القوات المسلحة المغربية في الصحراء الغربية المتنازع عليها. إذن تطور خطير في شمال إفريقيا وفي المغرب العربي بين الجزائر والمغرب.